لا يا جماعة، لو وجودي هيعمل بينكم مشاكل أنا أنسحب أحسن. أنتوا في الأول وفي الآخر أهل. بقال الله سيادة المستشار. ازيك يا يحيى؟ ازيك يا عمرو؟ أمنية بعد إذنك لو سمحت. ازيك يا عمرو؟ بقى لله ومنين؟ ونعمة بالله، شكرا. معلش محتاجينك تيجي معانا القسم. ليه، في ايه؟ حازم جراله حاجة ولا ايه؟ اه حازم كويس. في ايه يا عمرو؟ أمنية مطلوب القبض عليها. ايه؟ ايه اللي حصل؟ الأدلة أثبتت إن أمنية ليها علاقة باختفاء نور. أمنية! الله 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 الله، بالهدوه كده هتيجي معانا عشان نتحاسب راجل لراجل. راجل لراجل ازاي وانت جاي في منطقتي ورافع عليا مسدس؟ سيبك انت، عجبتني الدخل ان قلبك يموت تغيلي لغايه هنا عشان تعمل اللقطه دي، تستاهل التحليه. ارفع ايدك فوق وامشي قدامي. نزل انت ده، انا اللي عايز اجي معاك عشان عايز اشوف اخرك. هتوه على السلامة مملكة. عاش يا طوح. بص يا أمنية، أنا مش عايزك تتوتري، وأنت أكيد قاعدة هنا وعارفة إن إحنا عايزين نساعدك، يعني اعتبريها إن إحنا قاعدين بندردش. ويا ريت يا أمنية أي حاجة تعرفيها تقوليها هنا عشان أقدر أساعدك في النيابة. أنا ما عملتش أي حاجة يا جماعة، يعني أنا هقتل أختي مثلا؟ محدش قال إن أنت قتلتيها، احنا عايزين نعرف الحقيقه. انت مالكش دعوه بيا خالص، انا بكرهك. يحيى لو سمحت اسكت عشان نعرف نكمل. حاضر هسكت. انت السبب في كل اللي بيحصل لنا، حرام عليك يا اخي. امنيه لو سمحت خليكي معايا، كلمي معايا. اكيد حازم قال لك ان الكاميرات جابت نور بعد ما نزلت انها كانت بتشاور لحد فوق في البلكونه، مظبوط؟ حازم قال لي، وانا قلت له ان انا كنت نايمه. طب احنا بعد ما رجعنا سجلات المكالمات بتاعت نور لقيناكي مكلمها مكالمة لمدة 17 ثانية بعد ما نزلت بدقيقة. يعني انت كدبتي على حازم ودلوقتي بتكدبي عليا. انا ما بكدبش، انا مش فاكرة اي حاجة اصلا، مش فاكرة. وبعدين ممكن تكون ماما الله يرحمها هي اللي شاورت لها وهي اللي كلمتها. يعني انت وصلت بيك البجاحة انك تتبلي على امك اللي بين ايدين ربنا؟ ما تنطقي وتقول الحقيقة وخلاص. يحيى اطلع برا. شاكر طلع يحيى برا، مش عارف اشتغل. يا يحيى ما ينفعش كده، خلينا نكمل يا اخي. يا اما تطلع برا. اصرارك على الكذب ده معناه انك ليكي ايد في قتل نور. قسما بالله يا امنيه لو اكتشفت ده ما هسيبك الا وحبل المشنقه ملفوف حوالين رقبتك. وبعدين بقى يا يحيى ما ينفعش كده، اتفضل اطلع برا. وماما برضو اللي مسحت الرسالة اللي جاتلك من على تلفون نور بتقولك فيها يا أمنية أنا كويسة؟ أنا ما عملتش حاجة، أنا ما عملتش حاجة. يا رب خدي بقى، يا رب خدي بقى، يا رب أموت بقى، يا رب أموت، ما عملتش حاجة.
طيب انا عشان العشره والعيش والملح كنت عايزه اساعدك، بس واضح ان انت اللي مش عايزه تساعدي نفسك. يا امين خدها يا ابني على الحجز. طول عمري كنت بسمع ان بابا عمل ثروته من غسيل الاموال اعمال المشروع وكل الكلام ده، بس ما كنتش بصدق او ما كنتش عايزه اصدق. لو عرفت ان انت ورا كل ده مفعلش مني. انت قدرت تتسببي بحبس بيك؟ هحبسه لو هو فعلا عمل كده، هحبسه. ساعتها هتبقي خسرت الزوج والأب. أيوة يا يحيى، معلش أنا أسفة بكلمك متأخر شوية. معلش أنا محتاجة مساعدتك. ايه يا لوكي؟ زعلانة ليه؟ عشان ما بقيتش بتخرجني وتفسحني زي زمان. طب ما انا عندي شغل كتير. طب ليه كده؟ احنا اتفقنا ان اللي يكذب التاني يقرصه. بعدين انا سمعت اصلا ان انا بتقول انك سبت الشغل. انا ما بكذبش عليك يا حبيبتي، انا فعلا عندي شغل تاني. طب بص انا ماليش دعوة، انا عايز اخرج وعايزة فساتين جديدة. طب يلا امي دهسي. يا نقلنا ريحة هتخرجني. يا زوز.